المسؤولية الكبرى التي تكمن لسماحة السيد مقتدى الصدر لن ولن تعفيه عن مسؤولية الحفاظ على بيضة الإسلام، الحفاظ على بيضة المذهب، الحفاظ على وحدة الشعب العراقي، الحفاظ على ممتلكات الدولة، والحفاظ على سير العملية السياسية في العراق. هذه كلها مجموعة مفردات لزاما على سماحة السيد مقتدى الصدر أن يتابعها، بل هنالك الأكثر، لأنه حتى وإن يتصور البعض متسائلا بغرابة أن السيد مقتدى الصدر بعيد عن الحكومة، شلون راح يكون يضغط، شلون راح يكون يمارس، أتصور أنه الحال يغني عن السؤال. التيار الصدري أثبت وبجدارة أنه القوة القوية في العراق التي تتمكن أن تسيطر على زمام الأمور، سواء كانت داخلية داخل عملية سياسية أو خارجية، كما نشاهد عملية حرق القرآن الكريم وانتهاك الإسلام والمسلمين، ووصولا إلى الجندرة التي بدأ الآن يزمر بها بعض المنابر المأجورة، تريد أن تروج لنا هذا المشروع الصهيوني أمريكي. واليوم السيد مقتدى الصدر حقيقة يترقب، لكن فقط ليس مسؤولية السيد، إنما أصبحت مسؤولية أبناء الشعب العراقي، لأنه ما زال السيد مقتدى ساعيا إلى غرس الوعي الوطني والديني والإسلامي والضمير والغيرة الوطنية في نفوس الشعب العراقي لاستنهاض الهمم مرة أخرى. أي ما معنى في المستقبل القريب إذا أراد أحد أن ينتفض، فلا ينتفض إلا التيار الصدري أو فقط السيد مقتدى الصدر، إنما الشارع العراقي برمته سينتفض لأمرين. الأمر هسه عوف الحكومة مقدور عليها، في أي لحظة نقدر نغير ونتظاهر، لكن القضية أصبحت أكثر يا أستاذ محمد. الموضوع الآن تشعب أوسع من ذلك، أخذت الأمور تذهب باتجاه الإساءة إلى القرآن الكريم، انتهاك الإسلام والمسلمين، الإنسانية في خطر. إحنا الآن العراق الآن صاير لعبة بيد كل من يريد أن يدخل في معسكرات هنا وهناك، يصنف هذه المعسكرات. العالم مقبل على حرب عالمية ثالثة، يردون نفط ويردون فلوس تمول هذه الحرب، فمن راح يمولها غير هذا البلد المسكين؟ طيب الذي جوع أهله وشبعت بطون الفاسدين.